السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم على قناة العربي زهور. معنا اليوم واحد الأكلة العشاء بسيطة جدا وكتكون في متناول الجميع. نبداو على بركة الله. معنا نص كيلو ديال المكرونية كما كتشوفوا مسلوقة بشوية الملح والزيت، جوج غيوص ديال الفلفلة مشرملة مقطعة رقيقة كي كتشوفوا، جوج مطيشات مقطعين تما رقاق ها هما، بصله، ثلاثه دروس ديال الثوم محكوكين، شويه الربيع. بالنسبه للكفته، كفته ديال البيبي، كفته ديال الحام، دجاج، اي حاجه في المستطاع اللي عندكم الثلاجه تقدروا تستعملوها. انا هنا ضفت الميكس، درت هنا شويه الصدر ديال الدجاج وشويه الكفته. عندنا هنا جوج كنورات، كنور ديال البكري وكنور ديال الدجاج. بالنسبه للكنور ديال الدجاج غنضيفوها مع المقادير ديال الصوص، وبالنسبه للكنور ديال البكري كنضيفوها مع المقادير ديال البيشاميل. هي عندنا هنا خمسة المعالق ديال النيدو، عندنا معلقه كبيره ديال الزبده، عندنا حساب نص رابعه ديال الموتزاريلا، سكينجبير، بزار، خرقوم، تحميره، وما نساوش مركز الطماطم تكون معلقه كبيره، وشويه الملح حقاش ملي كنديروا كنور فيها الملح، الكفته فيها الملح، سلقناها بالملح، الشعريه سلقناها بالملح، كنقدروا نستغناو على الملح، كل واحد الذوق ديالو. وما نساوش زيت الزيتون اللي ما كاينش الاستغناء عليه، ضروري كيكون زيت الزيتون هو اللي كيكون. ديروا القدر الكافي ديالكم. بسم الله، كي كتشوفوا معايا دابا كناخذوا الصوص، طوماط وفلفله. هاد الاكله كتجي رائعه، رائعه جدا جدا، بسيطه ولذيذه، سهله في متناول الجميع. البصله والربيع ها هما، كتشوفوا معايا كلشي كيتخلط، طقه وحده، ثومه وبصله وربيع. من بعد كناخذوا التوابل ديالنا، هاهي كنور، بغيتو ديروها ديروها، ما بغيتوش كتستغناو عليها عادي، ماشي ضروري تكون كنور. انا ما كنديرش الملح باش كتكون شويه مالحه، شويه الخرقوم ملون، هذه شويه. كنحط الكفته ديالنا والدجاج، مركز الطماطم صافي، حطاش الكفته ديال لادانس كتكون حتى هي مالحه، صافي كنخلط هاك، مخلطه كيتجانس داك الخليط مزيان، ومن بعد كنمشي كنصايب البشاميل تاعي. ها كما كتشوفوا، ها هو الخليط تجانس، ما كنديروا لا ما لا حتى شي حاجه، كنسدوها وكنمهلوا البوطه وكنخليوها، حقاش الفلفله كطلق الماء، البصله كطلق الماء، كنعرفوا مرشه كطلق الماء، كنسدوها وكنخليوها حتى كطيب مزيان، ومن بعد كنحلوا لقينا فيها شروه، خاصها ضروري تكون واقعه ما فيهاش حس الماء نهائيا، تكون واقعه. كتشوفوا معايا الخليط ديالنا هو طاب، ولكن كنبقاو نعصو في الكفته هكا والدجاج، ضروري 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 خصو ينشف، حس الماء ميبقاش فيه. شوفو انا كنشف مزيان باش يوقع، باش بالنسبة للبشاميل كناخدو كاسونة كي كتشوفو، كندوب فيها كنور ديال البكري، هاهي كندوب فيها شوية الملح، كندوب فيها معلقة ديال البزار. بالنسبة لي كيبغي الحرورية، لي مكيبغيش يقدر يستغنى عليها. كناخدو ثلاثة المعالق ديال الفوص، كناخدو خمسة المعالق ديال النيدو، كتقدروا تستغناو على نيدو، كديروا نص سيطرو ديال الحليب على حساب نص كيلو ديال المجعبه. خديتو كيلو ديال المجعبه كتاخذوا ايطرو ديال الحليب، كناخذوا خمسة المعالق ديال نيدو، خمسة المعالق ديال نيدو، كناخذوا حساب معلقه كبيره ديال الزبده، كنخلط الخليط بحال هكا كيتجانس. كناخد نص سيطرو ديال الماء، هذا معبور، كندير شويه
نبقى نخلط الخليط باش ما يتكورش ليا. خصني نخلط مزيان. ها هو بدا كيعقد شتا، ها هو بدا كيعقد ملي كتحطو فوق العافية كتبقاو تحركوها ولا عاقدها شتا. هو البشر كما كتشوفوا ها البشاميل المجعبة ديالنا مسلوقة، فورماج الخليط ديالنا ها هو واجد. كناخدو نصف الكمية ديال المجعبة كنحطوها في المول ديال الزاج كما قلت لكم. تقدروا ديروا ليا الدجاج ديال الديح نتوما الموجود ها هما، كتحاولوا تغطيوها هكا ديروا نفس الكمية اللي كتكون لتحت كتكون فوق. كناخدو نصف الكمية ديال البشاميل كنخويوها هكا، نخلطوها باش تكون كتشوفو من بعد كتقاد بحال هكا. نتوما المجعبة اللي عجبتكم اللي متوفر في المنزل كديرو. كناخدو الصوص ها هو كتستفوه فوق منه، الصوص ها هو الصوص هو كيتستف فوق منها كيتكاد. من الجناب ديالنا كتوزعي الكمية، من بعد كتاخدي المقارونية ديالنا اللي بقات كتوزع حتى هي فوق من هاد الصوص. هاهي ساهلة وخفيفة بالنسبة للعشاء، ماشي شي حاجة ثقيلة. من بعد كناخدو البشاميل ديالنا كنبقاو نوزعوها عليها بهاد الطريقة كاملة حتى كتوزع. صافي كما كتشوفو معايا البشاميل ديالنا هي ستفتها فوق من المجعبة ديالنا. آخر حاجة كتكون هي فورماج ديال موتزاريلا. عندكم فورماج صفار اللي عندكم اللي كاين، هاد الأكلة كتبغي اللي كاين عندك في التلاجة كتستعملها. تسرحي فوق منها هكا ها هو الفورماج ديالنا كيما كتشوفوا معايا. ها هي دابا ندخلوها الفران ونقابلوها تبان لينا الفوق ربع ساعة، ربع ساعة نحطوها الفوق. ملي تبان لينا بدات كتشد فراسها نهبطوها لتحت غير تحمر الوجيهة ونحيدوها. ملي كتبدا تغلي من الفوق بحال هاكا كنحاولو نهبطوها لتحت. صافي غير كتغلى كتهبط لتحت. الطبق ملي كيوجد هو الشكل ديالو كيتحمر من الفوق كما كتشوفو، كما كتشوفو معانا ها هي كي كتجي البشاميل كفتة كتجي رائعة رائعة جدا. وما تنساوش تابونيو وديروا لايك للقناة العربي زاهور. شكرا على المتابعة.